اوكي، السلام عليكم طلابنا. طلابنا اليوم محاضرتنا خلصنا الاسبوع اللي فات محاضرات الريموفبل ابلاينس اللي هنا كانت 3 محاضرات. هسه راح نبدا بمحاضرات الفيكس اورثودونتيك ابلاينسز. هذين تقريبا من 3 إلى 4 محاضرات حسب طول المحاضره يعني. ف الفيكس اورثودونتيك ابلاينسز حلوه، محاضرات حلوه وسهله، واكو هوايه من عندكم حاطين فيكست اورثودونتيك ابلاينس اوكي، ودي يسوي ارينجمنت للتيث مالته، فراح يكون يعرف هوايه شغلات يجوز الطالب اللي ما مسوي اورثو ما راح يعرف. فاحنا راح ننزل لمستوى الطالب اللي ما يعرف الابلاينسات، وراح نبدا نشرح وكانما ما تعرفون شيء عن الفيكست ابلاينس. اوكي، الفيكست ابلاينس ذكرت هوايه، ذكرت هنا يعني من كنت دائما احكي عن الريموفبل اورثودونتيك ابلاينسز. الفيكست اورثودونتيك ابلاينسز تطرقنا له باكثر من محاضره، تطرقنا له بالانكورج مالته ضمن الانكورج مال الريموفبل اورثودونتيك ابلاينسز. ف فيرست سلايد عندنا الفيكست اورثودونتيك ابلاينسز، اريد اهم شغله تعرفوها عن الفيكست اورثودونتيك ابلاينسز انه هو عباره عن ديفايس اتاشت او فيكست للتو سيرفيس. القصد من هذا الموضوع انه احنا نريد نسوي ارينجمنت للتيث. الارينجمنت مال التيث لازم عندنا فد شغله تلزق على التيث، اوكي، سيمنتد او نخلي ادهيزف ونثبتها على التيث، وبعدين هاي القطعه هي نحركها. من راح تتحرك هاي القطعه اللي موجوده على التيث، التوث نفسه يتحرك وياها لان هي ملزوقه بي. اوكي، فالمحرك الاساسي للاورثودونتيك ابلاينس هو الواير. طبعا احنا بدنا نحكي هاي، بدنا نحكي بالفيكست اورثودونتيك ابلاينسز اللي هم الفتره الاخيره اللي صاروا يشتغلون بها اخر 30 او 40 سنه. بس قبل الاورثودونتيك ابلاينسز كان الى اشكال هوايه غيرها، انا ما تطرقت لهذا الموضوع ولا تطرقت للهيستوري مال الاورثودونتيك ابلاينسز، لان انا بنظر انه مو كلش مهم لطالب هسه يعرف شنو الهيستوري مالته، بس ايدكم تعرفون الشغلات والمسميات. اوكي، لان اي واحد اريده يشوف هسه اي بيشنت حاط اورثودونتيك ابلاينس يقدر يقول هاي شنو وشنو شغلها. اوكي، فرق الفيكست عن الريموفبل اورثودونتيك ابلاينسز هواي اكو فروقات، بس الفرق الاساسي بالتسميه مالتهم انه الفيكست اورثودونتيك ابلاينس ما يقدر يسوي البيشنت بي ادجستمنت ولا يقدر يغير الموقع مالته لان هو فيكست على الاسنان. بالنسبه للريموفبل ابلاينس، الريموفبل ابلاينس مثل ما قلنا من اسمه انه يقدر يلبس وينزع، البيشنت يلبسه وينزع، الفيكست لا ما يقدر يلبسه ولا ينزع. اوكي، يعني الفيكس اورثودونتيك ابلاينس مسؤوليه تحريكه هي من الاوبريتر نفسه او الاورثودونتست نفسه. اوكي، مجرد شغل البيشنت انه يسوي مينتننس الهاي الابلاينس، يعني يفرش اسنانه، يستخدم فلوس، ماشي، وقليل ما نحتاج البيشنت كومبلاينس. اوكي، راح نحتاج البيشنت كومبلاينس من ناحيه التنظيف، بس ما راح نحتاج تعاونه من ناحيه انه يركب الشغلات، احنا راح نركبها كلها ونقول له روح بس انت فرج اسنانك واعتني بالجهاز. اكو ادفانتجز للفيكس اورثودونتيك ابلاينس ينطينا ادفانتج ما تعطينا اياها الريموفبل ابلاينسز. اوكي، الادفانتج مال اورثودونتيك ابلاينس كلش مهمه اللي هي الكنترول على التوث موفمنت، تقدر تحرك التوث المكان كلش محدد، مو مثل الريموفبل ابلاينس. الريموفبل ابلاينس من تلاحظون هي سنجل فورس، في احسن الاحوال دبل فورس اللي هي كابل فورس سيستم اللي حكينا عليه، بس هو سنجل فورس الريموفبل ابلاينس، فحيحرك السن باتجاه واحد. اما بالنسبه للفيكست اورثودونتيك ابلاينس احنا نحرك التوث نسميها ب 3 دي دايمنشن، ماشي، يعني ب3 ابعاد، يعني صعد نزل قدمه رجع فره للسن براحتنا، هاي نقدر نتحكم بها بالفيكست اورثودونتيك ابلاينس، وهاي الشغله ما نقدر نسويها بالريموفبل اورثودونتيك ابلاينس. اضافه للبريسايز توث كنترول انه مالتيبل توث موفمنت بنفس الوقت نقدر نسوي،
يعني نقدر نفتح فراغ، نقدر نسد فراغ بمكان ثاني، نقدر نعدل روتيشن التوث مره ثانيه، نقدر نسوي انتروجن التوث معين، اكستروجن، كلهن بنفس الوقت نقدر نشتغل. اوكي، فلذلك يخلينا نتحكم بالاسنان يعني بهوايه شغلات. بس البيشنت كوبريشن اللي هسه حكينا عليه، البيشنت كومبلاينس، اوكي، هنا راح تخف علينا البيشنت كومبلاينس، لان هو ما راح يلبس وينزع الجهاز براحته، وممكن يلبسه ساعتين ثلاثه واليوم كله البقيه ما يلبسه، لا هو ثابت على اسنانه 24 ساعه باليوم. اوكي، فما يقدر هو يحرك. احنا نحتاجه شنو؟ بموضوع التنظيف فقط. فلذلك البيشنت كوبريشن از ريديوسد. اوكي، طبعا بمقارنه بالريموفبل ابلاينسز. الديسادفانتجز مال فيكس اورثودونتيك ابلاينسز مهم جدا، اللي هو الاورال هايجين ريكويرمنت، لانه الفيكس اورثودونتيك ابلاينسز ما تقدر تشيله وتركبه باي وقت مثل الريموفبل ابلاينس. الريموفبل ابلاينس الشغله الحلوه به انه تقدر تشيل الابلاينس من البيشنت ماوث، هو البيشنت نفسه يقدر يشيله ويغسله على صفحه، يفرشه ماشي للابلاينس ويفرش اسنانه ويقدر يلبسه. بس الفيكس اورثودونتيك ابلاينس لا، هو ثابت بالمكان ومكانات كلش ضيقه ومحصوره، فحيحتاج ماشي عنايه اكثر من ناحيه التنظيف. اوكي، فلازم يستخدم فرش خاصه مال تقويم اضافه للفرشه الاساسيه مالته. ف اذا نقول مثلا دقيقتين الى ثلاث دقائق اللي هي فتره التفريش العاديه للانسان العادي، او حتى للابو ريموفبل ابلاينس، بالنسبه للفيكس اورثودونتيك ابلاينس راح يحتاج له على الاقل فت خمس دقائق يلا يخلص التفريش مالته. بتوين الفلوسينج، بتوين الانتردنتال براش والاورثودونتيك براش، اضافه للبرش العادي. اوكي، فلذلك إضافة هذا أنه الفود ديبريز هواية تتجمع عليه، وبالمناسبة بالفيكس أورثودونتيك أبلاينسز هواية حالات لناس مهملين بالأورثودونتيك أبلاينس وما يفرشون، يصير عندهم جنجيفال إنفلاميشن وجنجيفايتس ونوبات تتطور حتى البريدنتايتس. أوكي، الديسأدفانتج الثاني الاستيتيك مال فيكس أورثودونتيك أبلاينسز خاصة الميتال. ماشي، هوايه بيشنتيه تلاحظوهم اللي حاطين متل من بعيد، عن بعد 10 امتار، عن بعد 20 متر، 30 متر، بس يبتسم تشوف انه اكو فد ابلاينس بحلقه واستيتيك كلش ما حلو. هذا بدنا نحكي بالنسبه للمتل. اوكي، فحاولوا يحلون مساله الجماليه. تعرفون الريموفبل ابلاينس احلى، ويلبس وينزع وتقدر تنزعه اذا عندك مناسبه مثلا، لو اكو خطار، لو اكو فد عزيمه، لو اكو فد عرس، لو اكو اي شيء. اوكي، تقدر تنزع او تروح. اوكي، بس الفيكس مجبور بيه انت، راح يبقى ثابت هو على الاسنان. فلذلك كشكل اذا حاط مثلا الميتال، اذا تلاحظون هاي الصوره حتشوفكم انه اكو ميتال يعني، فراح يكون كل الشكل ما حلو. فحلوا الموضوع شلون؟ يا انه يخلوه لينجوالي شلون الصوره الاولى الانوتيشن مالتكم. اوكي، إذا تلاحظون هنا الأورثودونتيك أبلاينس هذا المحطوط هو محطوط لينجوالي على مود لا يبين للعالم أنه البيشنت لابس أورثودونتيك أبلاينس، أو حلوا الموضوع أنه صاروا يلبسون مثل الصورة الثانية اللي هو سيراميك، سيراميك أو سافاير أو كومبوزيت، المهم شكله أبيض وحلو يشابه الأسنان، فكأستاتيك هو أحسن. هاي حلول على مود أنه نجمل التقويم الثابت بين قوسين. الديسادفانتج الثالثه، لازم انه يكون عندك انت سبيشال تريننج اوبريتور، يعني بس الاورثودونتست هم اللي يشتغلون الفيكست اورثودونتيك ابلاينس. وطبعا ده نحكي احنا بشكل عام، يعني الفيكست اورثودونتيك ابلاينسز حاليا بهوايه شغلات مو كل اورثودونتست يعرفها. اكو مثلا اكو سيستمات جديده اللي هو هذا الفيكست اورثودونتيك ابلاينس، اذا سامعين عليه التراكيب الشفافة، ماشي، تراكيب شفافة يلبسها، هذا مو كل أورثودونتست يشتغله. أوكي، فبنفس بين الأورثودونتست كلهم أكو تفاوت، أكو واحد يشتغل سيستمات أكثر من الآخر مثلا، بس كلهم يشتغلون البيسك اللي هو الفيكس أورثودونتيك أبلاينسز اللي حكينا عليها هسه.
اوكي. اما بالنسبه الى اكو مجموعه جديده هسه طلعت عندنا بالعراق اللي هم السيرتيفيكيت بالاورثودونتيك ابلاينس، هذول هم يشتغلون فيكست اورثودونتيك ابلاينس، اذروايز ممنوع الجي بي او اي تخصص غير الاورثودونتكس ماشي انه يشتغل فيكست اورثودونتيك ابلاينسز. ليش؟ لانه بي مشاكل هوايه وبي شغلات غير متوقعه اثناء الشغل، وبي لازم يكون ضمانه للمستقبل انه ما يرجعن الاسنان مثل ما كان قبل. فيعني موضوع شغل الاورثودونتيك ابلاينس خاصه الفيكس اورثودونتيك ابلاينس خطره هوايه بالشغل. هاي بالنقطه الثالثه اللي هو سبيشال تريننج فور ذا اوبريتور. بالاضافه راح يكون عليه بالنقطه الرابعه كوست اكثر، لانه الكوست بالعاده الفيكس اورثودونتيك ابلاينس كوست مالته اغلب هوايه من الريموفبل. اوكي، يعني نوبات يكون 10 اضعاف الريموفبل هو الاورثودونتيك ابلاينس. اوكي، فلذلك وكل ما صعبت الحالة كل ما زاد سعر الفيكست أبلاينسز الشغل مالته وزاد الوقت. هم ديس أدفانتج الخامسة إنه حنستهلك هواية chair side time. هاي حكيناها يمكن بالمختبر هاي المعلومة، إنه من نشتغل إحنا removable orthodontic appliances ناخذ impression للpatient، نرسم ديزاين وندزه للمختبر يشتغل لنا اياه ويرجع لنا اياه. باثناء ما احنا ناخذ الامبريشن، بعد ما نخلص من الامبريشن نقول للبيشنت روح للبيت، بعد ماكو داعي انه تكون موجود بالعياده. ومن يجي لي الشغل مالته من المختبر راح اخليه يقعد على الشير، اسوي ادجستمنت للريموفال ابلاينس والبسه ويطلع. يعني الشغل اللي راح استهلكه من وقت العياده هو شيء بسيط مقارنة بالفيكست أبلاينس. الفيكست أبلاينس شغله طويل بالعيادة، يعني البيشنت مثلا خاصة بالزيارات الأولى ممكن يحتاج من نص ساعة إلى ساعة شغل إله، وبعدين تصير شوية أقل. بس مقارنة بالريموفبل أبلاينس حيحتاج الفيكست أبلاينس هواية وقت اللي نسميها تشير سايد تايم. أوكي، الأنكورج كنترول هنا كلش صعب. تذكرون من حكيتكم موضوع الانكورج هو صعب كلش. بالنسبه للريموفبل اورثودونتيك ابلاينس ترسم ديزاين، انت تاخذ امبريشن للبيشنت ترسم ديزاين معين، والديزاين هذا تكون حاسب موضوع الانكورج والريتنشن، تدزه للمختبر حيشتغل لك اياه ويرجع لك اياه والامور مشت. بس بالفيكست ابلاينس لا، لازم تحسب هوايه حسابات لكل الاسنان، لان انت تتحرك يمكن ثلاث اربع شغلات بنفس الوقت وما تريد تأذي الانكورج تيث وتحركهم حركه غير مرغوب بيها اللي هي unwanted tooth movement. اوكي، فلذلك كانكورج من ناحيه الانكورج هو اصعب بهوايه من الريموفبل ابلاينس. اضافه الى تريتمنت مونيتور كلش ديفيكولت، هوايه عنده جلسات البيشنت، وكلش مهم انه بعد ما تخلص التقويم تتابع المراجع التابعه حتى ممكن سنوات ورا الاورثودونتيك ابلاينس، على مود اخاف مثلا انه حيحتاج فد شيء اضافي نضيف له، على مود لا تتحرك الاسنان مثل ما كانت قبل. اوكي، فلذلك انت التريتمنت مونيتور كلش طويل، مو مثل الريموفبل ابلاينس. الريموفبل ابلاينس ممكن يلبسه فتره من الزمن وبعد من راح ينزع انتهى الموضوع كله. بس الفيكست ابلاينس لا، نخاف انه ترجع الوضعيه القديمه. اوكي، فنحاول دائما نسوي مونيتور ثرو ذا ييرز. اوكي، هسه لحد الان واضح طلابنا؟ خفيفه المحاضره هاي كلش، هسه حتشوفوها كل الشغلات سهله. اتابع هسه كمل جماعه ناموا. محمد خالد قاعد زين، عاشت ايدكم. لا ما نمتوا، يلا عاشت ايدكم. تمام. Indication of fixed appliances. هذا بعد عندنا indication contra indication والcomponent بالمحاضرة. بالنسبة للindication of fixed appliances، appliances اللي fixed orthodontic appliance مثل ما حكينا هسه بالadvantages انه تسوي لي multiple tooth movement بنفس الوقت،
فاذا اني محتاج اسوي مالتيبل توث موفمنت بنفس الوقت ما راح اختار الريموفبل ابلاينس، راح اختار فيكست ابلاينس. اكو شغله همينه ثانيه مهمه بالانديكيشن اللي هو سبيس كلوجر. احنا نوبات تلاحظون بالاورثودونتكس لما نشتغل البيشنت الفيكست اورثودونتك ابلاينس في بعض الحالات راح نحتاج نسوي اكستراكشن لان مثلا عنده كراودنج، فحنحتاج نسوي له اكستراكشن. من راح نسوي اكستراكشن راح يصير سبيس، ماشي، اللي هو مكان السن اللي اكستراكتد. فلذلك نريد نسوي شنو؟ نريد نسوي انه نسوي كنترول شو اسمه كنترول تو سبيس كلوجر، اوكي، during التريتمنت مال فيكست ابلاينسز. فبحال انه اكو اكزو احنا يفضل نستخدم الفيكست ابلاينسز، ما نقدر نستخدم الريموفبل ابلاينسز. اكو طالبه فاطمه بلا زحمه، اذا ما تقدرين تغيرين الاسم مالتش بالانجليزي دزيلي عمود احول الاشياء انا للعربي. فاطمه الحسني. الانديكيشن الثالث اللي هو فد شيء اسمه تورك كنترول، ماشي. تلاحظون هنا بهاي الصوره اللي هنا، اوكي، التوث هذا اللون الاصفر، الروت هذا الاصفر، اوكي، هذا الوضعيه الاولى، والمخطط هذا والمرسوم بالابيض، اوكي، هذا بعد ما حركنا التوث. تلاحظون هنا انه حركنا التوث شنو؟ مع انه ما حركنا الكراون 100%، يعني هاي البوينت الموجوده هنا ثابته مقارنه بالبوينت اللي هنا. هذا اللي يسمونه شيء اسمه تورك. هذا طبعا ممكن يكون بوزيتيف مثل ما هسه بالصوره، تورك زائد 10، وراح يكون ممكن نيجاتيف اللي هو يتحرك بالعكس، تورك ناقص 10. اوكي، القصد ما اريدكم تحفظون هذني الارقام، بس اريد اقول لكم انه لما يكون الكراون ثابت ودنحرك الروت فقط هذا يسمونه تورك كنترول. اوكي، فاذا بالنسبه للتورك هاي ما نقدر نحصلها الا بالفيكست ابلاينس. اوكي، هسه شنو الحالات اللي ممنوع استخدم الفيكست اورثودونتك ابلاينسز؟ هاي الكونترا انديكيشن اللي هسه راح اقول لكم اياها جزء من عدها يسموها ريليتيف، ماشي، كونترا انديكيشن، يعني اذا صلحها البيشنت ممكن اشتغلها، وبعضها راح تكون ابسوليوت كونترا انديكيشن، يعني ممنوع استخدم الاورثودونتك ابلاينسز بهاي الفيكست اورثودونتك ابلاينس بهاي الوقت، اوكي، الا اذا دخلت وياه شغله ثانيه مثل ما يكون سيرجري. اوكي، اول واحد اللي اني مباشره ارفض علاجه من يجي للعياده اللي هو poorly motivated patient. poorly motivated patient هذا بالعاده يكون مدفوع من اهله، يعني اجى طب هو ويا اهله او مدفوع من اصدقائه، هاي ليش سنونك مخربطه؟ ماما انا ما احب سنونك هيك مخربطه، اريد اوديك للطبيب يصلح لك يرتب لك سنونك، ماشي. هذا من راح يجي لك؟ راح يجي لك وكانما مجبور على الاورثودونتك ابلاينس، خاصه الفيكس. من راح يجي لك هذا مجبور على الاورثودونتك ابلاينسز؟ هذا ما حيتعاون وياك ابد. راح تشتغل وياه بالبدايه ممكن مندفع وياك ومتحمس، ماشي، لان مجبور، بس بعد فتره راح تلقاه شويه شويه وضعيته راح تصير أسوأ، اوكي، وما راح يلتزم وياك. اوكي، فلذلك احنا هذول البورلي موتيفيتد بيشنت ما نعالجهم. البيشنت اللي يجي لك لازم يكون هو رايد، هو بشخصه رايد وما عجبته اسنان. اوكي، البيشنت الثاني اللي ما نعالجه واللي هو كونترا انديكيتد للفيكست اوف اورثودونتك ابلاينسز اللي هو عندنا بور دنتال هيلث. بيشنت عنده فلنجات هوايه وعنده كاريز هوايه مثل الصوره هاي، عنده جنجيفال انفلاميشن، هذا مباشره ما تسوي له اي شيء. هذا شو تقول له؟ تقول له تسوي له ريفيرال على على بريودونتست وعلى كونزرفاتيف دنتست. هذول يبدون يسووا له الفلنجات ويسووا له الشغلات اللي يحتاج بها اندو ويسووا له سكيلينج وبولشنج وهاي، يلا تجي تستقبله. هذا ما يصير تستقبله بالكفيكس ابلاينسز. اذا هذا
الكونترا انديكيشن الثاني اللي هو poor dental health، والكونترا انديكيشن اللي هي لازم ندخل شيء ثاني وياها لما يكون الموضوع سكيليتال. اذا تلاحظون هنا بالصوره الاولى هنا، هذا البيشنت هو كلاس 3 بيشنت، اوكي، من تلاحظون هنا صوره السكال وهنا النورمال الصوره، حتشوفونه كلاس 3. هنا الماندبل متقدم او الماكسيلا راجعه ماشي او كومبينيشن، هذا سكيليتال كلاس 3. اضطرينا نسميه في شيء اسمه اورثوجنافيك سيرجري. اورثوجنافيك سيرجري يعني اورثو وسيرجري بنفس الوقت، يعني نشتغل له اورثو فيكس اورثودونتيك ابلاينس بالبدايه، بعدين ورا مثلا فتره معينه نقص له الماندبل، نقص قطعه كامله من الماندبل كله من فوق لجوا مثل ما تشوفون بالصوره، ونرجع الماندبل كله لورا مع بوجود الفيكس اورثودونتيك ابلاينس، موجود الفيكس يبقى موجود، اوكي، ونكمل فتره. يعني اكو فتره مال فيكس ابلاينس قبل السيرجري، بعدين راح تصير السيرجري، بعدين راح نكمل الفيكس ابلاينس نفنشه بعد السيرجري. فبهاي الحاله هاي ما يصير اشتغلها فقط فيكس اورثودونتيك ابلاينس، راح احتاج فيكس اورثودونتيك ابلاينس اضافه الى سيرجري ويا اللي هي نسميها اورثوجنافيك سيرجري. طبعا لازم نخلي ببالنا انه البيشنت ويشز، يعني رغبات البيشنت كلش مهمه بهيجي شغلات. اكو بيشنت يرفض نهائيا موضوع السيرجري، فلذلك لازم تشرح له انه الفيكس اورثودونتيك ابلاينس اللي راح يفيدك حيفيدك لحد معين، وبعد هذا الحد ما راح نقدر نساعدك اكثر الا اذا سويت سيرجري. فلذلك بحالات انه البيشنت اصلا رافض انه يسوي سيرجري، راح نضطر بهالحاله نسوي له فيكس اورثودونتيك ابلاينس ونساعده باكثر شيء ممكن نساعده به. اوكي؟ حالات اكو انه البيشنت يرفض العلاج، فلازم احنا يرفض السيرجري، فلازم احنا ناخذ من عنده ورقه ماشي يوقعها هو. بهاي الحاله انه احنا قلنا له السيرجري ضروريه بالفيكس اورثودونتيك ابلاينس، بحالته هاي السيرجري ضروريه، بس انت شنت رافض السيرجري، فلذلك راح نحصل لك افضل شيء ممكن نسوي بالفيكست ابلاينس. يعني ممكن ما راح يرجع 100% مثل ما انه نسوي له سيرجري، بس راح ممكن شويه يتحسن اكثر، اوكي، احسن من الوضعيه الاساسيه اللي هو بيه. فلذلك مثل ما قلنا انه اكو انواع من المالوكلوجن ما يقدر الفيكست اورثودونتيك ابلاينس يحلها 100%، مثل الحالات اللي تكون سكيليتال، اوكي. هسه راح ننتقل للموضوع الاخير بالمحاضره اللي هو الكومبوننت اوف فيكست اورثودونتيك ابلاينس. شنو اكو كومبوننت للفيكست اورثودونتيك ابلاينس؟ الموضوع ممكن ينقسم على قسمين من ناحيه الفورسز، اوكي، ها، يعني بالنسبه للنقطه الثالثه انه تعتبر كونترا انديكيشن. كونترا انديكيشن المفهوم انه احنا ما نشتغل له fixed orthodontic appliances بالوضعية الطبيعية، لازم يكون أكو علاج إضافي يتدخل وياه مثل ما سيرجري راح يكون. إحنا دا نحكي شنو علاج إضافي من ناحية ترتيب الأسنان، مو مثلا تقول لي إيه مو أني أصلا بالوضعية العادية أكو علاجات إضافية مثل السكيلينج البولشينج الفلينجات، لا، هذا ما نعتبره علاج إضافي بالنسبة لترتيبة الحالة. احنا بدنا نحكي بالنسبه لحالته من ناحيه الاورثودونتكس، انه ما راح تشتغل هاي الحاله الا اذا تدخلت السيرجري وياها. فلذلك احنا من نقول كونترا انديكيشن، كونترا انديكيشن اذا صارت بدون السيرجري. مثل ما قلت لك همينا هذا الموضوع هم نقدر يعني نضطر انه نحترم البيشنت ويشز. يعني نوبات بيشنت يقول لك انا ما اريد اصلا سيرجري، ما اريد سيرجري، اريدك تشتغل لي اياه بالاورثو. فبهاي الحاله ما حيكون كونترا انديكيشن السيرجري، بس لازم توضح للبيشنت الليميتيشن اللي راح تكون عليه.
يعني لازم تحدد لي انه انا راح اقدر اوصلك لحد معين وبس، ما اقدر اتابع وياك لنهايه الحاله لانه ما حد حصل النتيجه الكامله بدون السيرجن. اوكي، فلذلك يعني كملخص انه السيرجري جزء اساسي من علاج بعض الحالات. اوكي، ما يصير نعوفه على صح. اوكي، فما نقدر نشتغل له فقط اورثودونتيك ابلاينسز، لازم نضيف له شيء. واضحه عيني يا احمد؟ بالنسبه للكومبوننت اوف فيكست اورثودونتيك ابلاينسز، مثل ما قلنا من ناحيه الفورسز الجنريشن مال فورس، اللي يسوي فورس تعرفون نسميه احنا اكتيف كومبوننت. اوكي، واللي ما يسوي فورس نسميه باسيف كومبوننت، وهاي شرحناها وايد من حكينا بالريموفبل ابلاينس واللي حكيناها بالمختبر هم. الشغلات الاكتيف اليوم راح نحكي عليها، الباسيف المحاضره القادمه. بالنسبه للاكتيف كومبوننتس، فشي اسمه سيبريترز، تشوفون هاي اللاستيكات اللي لونها ازرق، هاي اللاستيكات اللي لونها ازرق سيبريترز نسميها. اوكي، اذا تلاحظون حاطيها بين ال6 وال7 وبين ال6 وال5، يعني داير مداير الميزيالي والديسترلي لللور 6 او الابر 6. اوكي، بهذا المكان راح نخلي هاي اللي اسمها سيبريتر، اللي هي قطعه مال الاستيك، لاستيكه وكانما نخليها بين اسنان، شلون لاستيكه الفلوس بس كلش صغيره. هاي اللاستيكه راح شو تسوي لي؟ راح تفتح لي الفراغ بسيط كلش ما بين الادجيسنت تيث، يعني ميزيال 6 وديستال 6. وش راح نسوي بهذا الفراغ؟ ان هذا الفراغ راح يسوي لي انه اكو فد شيء اسمه باند، ماشي، تنحط على هذا السن تثبت، مو نفس الاورثودونتيك ابلاينس البراكيتات. طبعا هاي البراكيتات اللي راح نحكي عليها بالمحاضره الجايه، اوكي، وراح نحكي هم على الباند، بس اللي اريده تعرفونه انه هاي اكو فد شيء اسمه سيبريترز، وهاي تفتح لي فراغات بين الاسنان. ثاني شغله اكو شيء اسمه الارتش واير. الارتش واير اكو فد شيء اسمه بري فابريكيتد ارتش واير، يعني ارتش واير جاي من الشركه معدلينه على شكل الارتش، شلون الماكزيلا والماندبل، الماكزيلا والماندبل انتم تشوفون الاسنان جايه بشكل ارتش. اوكي، فلذلك احنا عندنا هذا يسمونه ارتش واير، اللي هو مثل هيجي. اوكي، ارتش واير اللي موجود، طبعا كل صوره من ذني ثلاث صور، كل فيجر من هذني ثلاث فيجرات ب ارتشين، ارتش فوق وارتش جوه. الارتش الفوق اللي هو الابر، والجوه هو مال لور. اوكي، هذا الارتش واير حيعتمد حسب الارتش فورم. ارتش فورم اكو احنا عندنا بينا ناس الارتش فورم مالتهم سكوير، اكو عندنا اوفويد، واكو عندنا اللي هو تيبرد، يعني مدبب شويه الارتش فورم مالته. بس اذا تلاحظون كل واحد اسنانه صايره بشكل معين الارتش مالته، ممكن يكون سكوير اوفويد او تيبر. اوكي، فلذلك الشركات قامت تسوي حسب هاي. طبعا هذا الموضوع ممكن يتبع الجينيتكس، اكو هوايه بيشنتيه مثلا اللي الكوكيجيان اللي هم احنا، مقارنه بالامريكانز، مقارنه بالافريكانز، مقارنه باليوروبيانز، كل واحد عنده شكل مال ارتش فورم خاص به. هذا يتبع الاثنيسيتي مالته، هل هو ابيض، هل هو بشرته السمراء، هل هو اصفر مثل دول الصينيين، يعني بغض النظر عن الهو نتبع احنا الارتش فورم. يعني احنا بالعاده احنا اوفويد، جماعه الاوفويد، فشكل اسناننا الارتش مالتنا تقريبا مثل هذا الشكل، وجماعه البيض مثلا كلش يعني ماشي اسنانهم مثل هيك، او اليوروبيانز هيك اسنانهم، والتيبرد بالعاده اللي يكونون جماعه النيجرويد ماشي، الافريكانز يكون هيك شكل الارتش مالتهم. فاحنا كل ارتش له واير محدد يعني نستخدمه وياه حسب شكل الارتش. اوكي، بس بريك لمده دقيقتين بدنا نسجل الحضور.
طلابنا الحضور ترى يعني هنا أنا كله الحاضر هنا أنا البارتيسيبنت، ولا اسجل اسمه. ليش انا دا اسجل اسماءكم؟ اقول لكم سجلوا اسماءكم بالعربي على مود بعدين ارجع وانزل الاسماء كامله، تمام؟ هسه نكمل. احنا قلنا على الارتش فورم، الارتش واير والارتش فورم. واضح صوتي هسه؟ هسه ثالث اكتف كومبوننت عندنا اللي هو الالاستكس. الاستكس بين قوسين لاستيكات. شوفون هنا بهاي الصوره، هي تجي هيجي مشيسه اوكي، وبيها ارقام وبيها مكتوب هيفي وميديوم ولايت، وهنا طبعا ليتكس ونون ليتكس. بالنسبه شلون شلون الجلافز، الجلافز من تشتريه يقول لك هذا نون ليتكس جلاف وهذا ليتكس، خاصه للناس اللي عندهم الرجي وحساسيه من الربر اوكي. دائما يعني لازم يلبسون جلافز او يلبسون لاستيكات مثل حاله الاورثو، يلبسون لاستيكات نون ليتكس ما بيها ليتكس اوكي. فهذين اللاستيكات اذا تلاحظون هنا ماشي، هذين اللاستيكات طبعا بالعاده تكون ممكن تكون ليتكس وممكن تكون نون ليتكس. النون ليتكس بالعاده تطول اكثر اوكي، وضعيتها تطول فتره اطول، ونستخدمها بالفيكست اورثودونتيك ابلاينسز. تلاحظون هنا تشوف اللاستيكه باديه من الكناين وترجع لي ورا باتجاه المولرز اوكي. هسه في شيء اسمه الاستوميريك ماشي. هاي الالاستوميريك طبعا تكون سينثيتيك بوليوريثرين ماتيريال، بيها اشكال هوايه. شوفوا الاشكال هنا اللي هو تكون مثل هي روله، تجي لك روله وبيها هاي الدوائر اوكي، وذني متصلات ببعض. اذا كانت متصلات مباشره نسميها كلوزد، ماكو اي فراغات. اذا كانت شويه مفتوحه نسميها شورت سبيس، اذا كانت اكثر اللي هو ميديوم سبيس، واذا كانت كلش الفراغات ما بين اللاستيكه واللاستيكه هوايه نسميها اوبن او لونج ماشي. فهذني اشكال اللي هو الالاستوميريك. السبرينجز اللي نستخدمهن اوكي، عندنا انواع هوايه من السبرينجات نستخدم بالاورثو، بس مثل هذا السبرينج، هذا السبرينج حيفتح لي مجال على مود اللاترال. تلاحظون هذا اللاترال طاب جوه شويه اوكي، على مود افتح له مجال ويطلع لي برا مثل بقيه الاسنان ويجي يم بقيه الاسنان، لازم استخدم هذا اللي يسمونه open coil ماشي، open coil spring اوكي. هذا في يفتح الفراغات. هاي الصوره الجواها عكس الحاله، هاي هنا أنا سوينا اكستراكشن. اذا تلاحظون ورا هذا الكيناين سوينا اكستراكشن ودرجع الاسنان. هاي اللي تشوفوها هنا، هاي اللي ثابته بالعظم، هاي اللي هي التاد اللي قلنا عليها، الزرعات الميني سكرو اوكي، زرعات نثبتها بالبون ونبدا نرجع الاسنان على هذا الاساس. فهذا هذا اللي تشوفونه السبرينج، هذا اذا جريناه السبرينج راح يتنق هوايه، ينجر اوكي، وراح يحاول يريد يرجع لوضعيته الطبيعيه اللي هي الوضعيه الان اكتف مالته. فبطريقه راح يجر هاي الهوك هذا اللي مسوينه ويرجع لي الاسنان لورا اوكي. واضح عيني؟ هذا يسمونه كلوزنج كويل، يعني نسد به الفراغات. لحد الان امور واضحه. ننتقل لاخر شيء الماجنتس. طبعا هذا الموضوع قديم، يعني انه يستخدمون التجاذب ما بين مغناطيس بوزيتيف وواحد نيجاتيف. يعني هذا تشوفونه هنا، هذا البيشنت عنده ميد لاين دايستما، وهنا بالصوره الثانيه خلينا قطعتين مال الماجنت ثبتناهن على الاسنان فيكست، وبعد فتره اجينا ولقيناهن ينسدن. هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، او هذا نورث وهذا ساوث، ينجذبون البعض ويجذبون الاسنان وياهم، فلذلك ينسد الفراغات ما بين هاي الدايستما. شلون حليناها؟ باستخدام الماجنتس اوكي. طبعا على الاغلب والله انا ما احسهم انه حركوه بالماجنتس، احسهم هذول حاطين كومبوزيت، لان شو السن صاير اعرض.
anyways بس ايهم اكو فكره انه اكو في شيء اسمه ماجنت ماشي كاكتيف كومبوننت بالفيكست ابلاينس. اوكي اكو احد عنده اي سؤال بالمحاضره؟ اكو شيء ما فاهمينه اثناء المحاضره؟ يا ريت هسه بما انه معظمكم هسه حضور فتقريبا 60% من عندكم حضور 65% الطلاب اللي تبلغوا راح اعيد التبليغ اللي هو عندكم كويز الساعه بالعشرة بالليل اوكي وهذا الكويز جدا مهم اتمنى الكل يحضره اذا قدرت اني اسوي